أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2021 لتسجل بذلك 14.6 مليار دولار مقابل 7.8 مليار دولار عام 2020 وبنسبة ارتفاع قدرت ب 85.9%. وجاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيرادا من مصر خلال عام 2021 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.8 مليار دولار يليها مالطا ثم إسبانيا واليونان. افتتح بمحافظة الإسماعيلية المعرض الدائم الثاني الذي أقيم أمام ديوان المحافظة بتزامن مع إقامة عدد من المعارض الأخرى بالمدن والمراكز بأنحاء المحافظة. يأتي المعرض الذي يستمر طوال العام في إطار الاستعدادات لفتح عدد من المنافذ الدائمة وتنفيذا لخطة الدولة وتوجيهات السيد الرئيس بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار وضبط حركة الأسواق والعمل على توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20%. المعرض النهاردة عندنا فيه تخفيضات فيه من 15 ل 20% على السلع الغذائية، الخضار، اللحوم والمنظفات. إن شاء الله بإذن الله يعني ده يبقى حاجة كويسة لخدمة أهلنا في الإسماعيلية، وإن شاء الله هنستمر فيها وهنتوسع فيه افتتاح معارض تانية. احنا النهاردة بنفتح المعرض الرئيسي في حديقة الشيخ زايد الإسماعيلية. المعرض بيضم كافة السلع الغذائية واللحوم المجمدة والفراخ المجمدة والفراخ الفريش وكافة الخضار والفاكهة الموجودة عندنا في المعرض. انا جيت اول مرة اشتري هنا، الاسعار مفاجأة بالنسبة للمواطن الاسماعيلاوي، الاسعار في متناول الجميع. احنا بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عشان الاسعار هنا مخفضه والحمد لله. الغرفه التجاريه تخفيضات على جميع السلع هنا يعني الحمد لله تقل عن بره بنسبه 20 و25%. وإلى البورصة المصرية التي أنهت جلسة التداولات بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب مقابل مشتريات المصريين. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 662.5 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 1.3 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند مستوى 10200 نقطة وأغلق عند 10086 نقطة متراجعا بذلك بنسبة 1.12%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 عند مستوى 1746 نقطة وأغلق عند مستوى 1727 نقطة منخفضا بنسبة 1.11%. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 عند مستوى 2627 نقطة ليغلق بذلك عند مستوى 2599 نقطة منخفضا بنسبة 1.6%. إلى أسواق العملات حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي 18.53 للشراء و 18.65 للبيع وسجل اليورو 19.88 للشراء و 20.1% للبيع. وصل الجنيه الاسترليني اليوم إلى 23.38 للشراء و 23.53 للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية فسجل الدرهم الإماراتي 5.4% للشراء و 5.7% للبيع. أما الريال السعودي وصل اليوم إلى 4.94 للشراء و 4.97 للبيع. أعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن منتدى الأعمال اليونانية السعودية والاجتماع الخامس للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين سيعقدان في أثينا غدا وذلك لمدة يومين. وأكدت الوزارة أن المنتدى سيطرح أوجه التعاون المحتملة في قطاعات الشحن والسياحة والطاقة والبناء والمنتجات الزراعية. وأشارت الوزارة إلى أن العديد من الوزراء ونواب الوزراء اليونانيين ستتاح لهم الفرصة للقاء نظرائهم السعوديين في حين أعربت 100 شركة يونانية على الأقل عن اهتمامها بالمشاركة.
عزز البنك المركزي الروسي من إجراءاته التي تهدف إلى استصدار الروبل الرقمي ردا على العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا في أعقاب عملياتها العسكرية في أوكرانيا. يشار إلى أن البنك المركزي الروسي أعلن في وقت سابق أن عام 2022 سيخصص للبدء في تجارب استخدام الروبل الرقمي، حيث بدأت تجارب المنصات الخاصة بالإصدار الرقمي الجديد في شهر فبراير الماضي. وخلال هذه التجارب على المنصات الرقمية تمكن العملاء من فتح محافظ بالروبل الرقمي، وذلك من خلال تطبيقات المحمول. انتهت الوقفة الاقتصادية بنشرة السادسة، وعودة إلى سحر ومحمد، إليكما. شكرا لك يا حكمة.